بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما تشاهدون مجموعة من المناضلين والمناضلات المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مدينة آسفي، النقابة المستقلة عن جميع الهيئات السياسية. اليوم هي ما كتحتفلش، هذا ليس يوم احتفال بعيد الشغل، وإنما هو يوم غضب تاريخي للطبقة العاملة هنا بمدينة آسفي وبسائر ربوع هذا الوطن العزيز. اليوم كتشوفوا بأن المرأة العاملة بقطاع صغير كتحضر بكثافة في هذه المسيرة النضالية أو في هذا العرس النضالي من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، كتطالب بتوفير وسائل النقل في مستوى تطلعات الطبقة العاملة والمرأة العاملة على الخصوص. اليوم كنشوفوا بأن المرأة العاملة بقطاع صغير كتركب بعض الحافلات اللي هي جد مهترئة وتقدر بكارثة لا قدر الله. اليوم كنطالب المسؤولين بوزارة التجهيز والنقل، الناس المسؤولين على المراقبة الطرقية، باركة من الغموض، راه كل شيء واضح وكل شيء باين. الحافلة اللي ما خداماش نقل هذه العاملات، وأكد وكنسجلها والتاريخ سيسجلها عليا، هذا سيؤدي بحادثة في يوم من الأيام لا قدر الله، مع أننا نتمنى هذا. كنتمنوا حافلة تكون مستوى المرأة العاملة بقطاع صغير. المرأة العاملة بقطاع صغير كنت طالب كذلك بتصريح الفعلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأيام العمل الفعلية، تطالب كذلك بساعات العمل ديالها اللي كتشتغل من واحد المدة، في حين أن ما كتأداش عند الساعات ديالها الحقيقية. فعلا حققنا عدة مطالب للمرأة العاملة، ولا زلنا سنناضل بإذن الله إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. وتحية لجريدتكم والسلام عليكم ورحمة الله. تحية لجميع المنابر الإعلامية الحرة والمستقلة والتي ارتأت أن تغطي هذه الوقفة الاحتجاجية وأن تساند العمال والعاملات في عيدهم الأممي، وعلى رأسها صفيناو التي تحملت العناء وارتأت أن تشاركنا هذا العيد الأممي بتغطية إعلامية مميزة. إذا احنا كمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل بأسفي نخلد عيدنا الأممي في سياق خاص ومضطرب نتيجة الهجمة الشرسة التي تعرفها المكتسبات التاريخية لعموم الشغيلة ولعموم المؤجورين، وارتأت أمانتنا الوطنية أن تخلد هذا العيد الأممي تحت شعار الحفاظ على الحريات النقابية، لأننا كلنا نعلم ومنذ البطاق الاتحاد المغربي للشغل من رحم الحركة الوطنية في 20 مارس 1955 وهو ينادي من أجل الكرامة ومن أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الحرية ومن أجل الحريات النقابية التي هجمت عليها الحكومة الأخيرة بنسختيها، حكومة بن كيران وحكومة العثماني، هجمة شرسة ارتأت أن تكبل حقنا في الإضراب. وبالتالي فإن الاتحاد المغربي للشغل قام بحملة وطنية لمدة شهر رفضا للقانون التكبيلي للإضراب، وارتعى كذلك أن يقوم بحملة أخرى لإسقاط القانون المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يكبل النقابيين ويقيد عملهم مما يجعلهم عرضة للمحاكمة. إذا احنا كاتحاد مغربي للشغل أكيد أننا اليوم خرجنا للشارع بهذه القوة الهائلة وبهذا العدد من المناضلين والمناضلات ديال الاتحاد المغربي للشغل بأسفي لنقول كلمة واحدة، هو لا للتراجعات على المكتسبات التاريخية لعموم الشغيلة، لا للتراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية لعموم المأجورين، وإحنا مع الحوار ولكن شريطة أن النضال مستمر داخل صفوف الاتحاد المغربي للشغل لانتزاع باقي المكاسب وباقي المطالب. وأخيرا تحية مرة أخرى لصفنا والتي قامت بتغطية هذا الحدث الأممي، هذا الحدث الذي يميز باقي الأحداث وهو عيد ليس كباقي الأعياد، لأنه عيد عموم المأجورين وعموم الشغيلة تنادل وتقول كلمتها الوحيدة، هو لا للتراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية، لا للهجوم على الحريات النقابية. إذا احنا كاتحاد مغربي للشغل لا زلنا في درب النضال، والنضال مستمر من أجل انتزاع باقي المكاسب. وشكراً.